بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل الحديث في chapter 2 من مادة Intermediate Accounting، ولا زلنا في Basic Principles of Accounting. واليوم إن شاء الله راح نركز على Revenue Recognition Principle، مبدأ الاعتراف بالإيرادات. طبعا من المعلوم أنه الشركة عندما هي توافق على أنها تؤدي خدمة أو تبيع منتج لأحد الزبائن، في هذه الحالة بيصير عليها التزام الأداء بموجب العقد اللي بينه وبين الكاستمر. الآن بناء على ذلك Revenue Recognition Principle يتطلب أنه الشركة تعترف بالإيراد في الفترة المحاسبية في الوقت الذي تقوم فيه بالأداء في هذا أداء هذا الالتزام اللي عليها، ألا وهو التزام تقديم الخدمة أو تقديم المنتج للزبون. فبمجرد القيام والوفاء بهذا الالتزام وإعطاء السلعة للزبون أو تقديم الخدمة لهذا الزبون، طبعا بغض النظر تم القبض أو لم يتم القبض، في هذه الحالة يجب أن يتم تسجيل هذا الإيراد. طبعا بنلاحظ أنه الـ Revenue Recognition Principle يقوم على أساس الـ Accrual Basis اللي هو أساس الاستحقاق. إذا ممكن نلخص الـ Revenue Recognition Principle and requires that companies recognize revenue in the accounting period in which the performance obligation is satisfied. بمجرد ما أن المؤسسة تقدم الخدمة أو تقدم السلعة على الزبون وقامت بهذا الobligation، خلاص يجب الاعتراف بالإيراد في السجلات المحاسبية في تلك الفترة بغض النظر عن عملية القبض النقدية. طبعا هنا الكتاب يعني في illustration 2.5 بيشرح هذه العملية على مثال على شركة الإيرباص، إنها بدها تبيع طيارة يعني للبريتش إيرويز. ومثل ما احنا ملاحظين هنا في عندي 5 steps، هنا ببين الخطوة الأولى يعني تحديد العقد وشروط العقد، وهنا بيحكي إنه يعني الإيرباص وقعت عقد إنها يعني تعطي طيارة أو طيارات للبريتش إيرويز. الخطوة الثانية تحديد الالتزام اللي واقع على عاتق البائع في العقد، وطبعا الالتزام هنا انه شركة الايرباص تبيع طيارات يعني للبريتش ايرويز. طبعا هنا بيحكي اذا الايرباص يعني عملت عليها التزام اخر انه هي تصير تعمل صيانة للطيارات، هذا يعتبر يعني التزام ثاني. لاحظوا يعتبر ايش؟ A separate performance obligation is recorded for this promise. الخطوة الثالثة بدهم يحددوا سعر هذه العملية. طبعا هنا في مثالنا هو عبارة عن 100 مليون. الخطوة الرابعة هنا بدهم يعني يوزعوا اللي هو سعر العملية على الالتزامات اللي تقع على عاتق البائع. طبعا احنا هنا في مثالنا فيش الا يعني التزام واحد اللي هو انه شركة الايرباص بدها تبيع طيارات، وهذا قيمته يعني اللي هي 100 مليون هي فقط لهذا الالتزام. الخطوة الخامسة اللي هو الاعتراف بالإيراد. طبعا وينتا؟ When each performance obligation is satisfied، عندما يتم الأداء والوفاء بالالتزام اللي يقع على عاتق البائع. وهنا في هذه الحالة اللي هو The delivery of the airplanes to British Airways، يعني بمجرد تسليم الطائرات للبريتش إيرويز، خلاص يعني بمجرد ما تسليم السلعة أو الخدمة بشكل عام للكاستمر، يقوم البائع أو الشركة اللي قامت بهذا الأوبليجيشن تقوم بتسجيل الإيراد عنده في دفاترها. طبعا بغض النظر تم قبض 100 مليون أو كانت على الحساب. طبعا هنا الكتاب بلفت الانتباه إلى أنه هذه العملية ممكن يكون فيها يعني أخطاء أو نوع من الاحتيالات في التسجيل المحاسبي، وسيتم مناقشة هذا الموضوع بعمق أكثر في الوحدات المقبلة إن شاء الله. هيك ان شاء الله بنكون احنا خلصنا اللي هو Revenue Recognition Principle. ان شاء الله الفيديو الجاي راح نتناول الشيء المعاكس له اللي هو Expense Recognition Principle، مبدأ الاعتراف بالمصروف. السلام عليكم ورحمة الله.